اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بتناسب كل الاعمار، الصغير قبل الكبير. مع بدايه اسبوع سعاده وهنا يا رب، هنعمل النهارده البيتزا الببروني. وانا لما قلت الببروني عشان الخص موضوع البيتزا اللي الاولاد بيحبوا ياكلوها بره لما بنخرج، عايزك تعملها في البيت، تضمني الصلصه دي مصنوعه من ايه ومعموله من ايه، جوده الطماطم، الصلصه بتاعتها، التوبنج عموما، يعني اذا كانت طماطم او الحشوه زي الببروني، لحمه مفرومه، سجق، تونه، فراخ، زي ما احنا حابين. ولكن بيهمني النهارده نشرح طريقه عمل عجينه البيتزا واسرارها، وخاصه مع الشيف المغازي السهل البسيط اللي يقدر نعمل عجينه البيتزا بطريقه سهله ونضمن ان هي طريه وما تقرمش معانا وما تجلدش معانا. معانا كمان النهارده شرايح التوست اللطيفه، هنعملها النهارده بالشوكولاته. التوست ده يعني حاجه سهله ونقدر نقول اللي هو الحاجه اللي ممكن الاولاد يتعلموها في المطبخ، ازاي نطلع منه حاجات كتير قوي. ممكن نعمل منه البيتزا، ممكن نعمل منه فطاير بالشوكولاته، ممكن نعمل منه عيش الصرايه، حلويات اللي احنا عارفينه ده كله من التوست بتاعنا بطريقه سليمه، ولكن لازم يكون طازه. السلطه بتاعتنا النهارده سلطه كل الاطفال بيحبوها وانا شخصيا بحبها، بس لازم تتعمل بالتكنيك الصح اللي هي سلطه الكولسلو بطريقه مختلفه. البعض بيعملها في المطاعم بيحط عليها حليب، بيحط عليها زبادي، مايونيز، انا هعملها النهارده بطريقتي الممتازه البسيطه اللي هي ازاي نحط لها الزبادي او المايونيز مع الزبيب ومع الجزر المبشور والمعلقات السكر الحلوه عشان يبقى فيه مزيج وفيه ميكس بين الكرنب والطعم بتاعه مع السكريات اللي موجوده في الجزر. تعالوا مع بعض نعمل السلطه بتاعتنا بسرعه اللي هي سلطه الكولسلو بالزبيب والمايونيز. مقاديرها على الشاشه بسرعه، دي مش تاخد مننا وقت. جزر مبشور، عينيه جزر مبشور، ومعانا كمان كرنب مفروم بالسكينه. وانا هقول لحضراتكم ازاي نفرم الكرنب يبقى بالشكل ده كده، معانا وقت ان شاء الله. ومعانا زبيب ومعانا زبادي ومايونيز الاثنين مع بعض، او زبادي بس حسب ما انتم حابين. تعالوا نعمل السلطه دي بسرعه. بوله حلوه زي دي كده، لازم بوله كبيره. اللهم صل على النبي. ومعانا الكرنب، تمام اهو، ده كرنب وجزر مبشور. اعتقد النهارده طلعنا بكذا معلومه حلوين، من البدايه ازاي اختبر الخميره بتاعه البيتزا شفنا مع بعض ازاي، ازاي اختبر العجينه خدت السوائل بتاعتها شفنا مع بعض ازاي، ازاي اختبر عمليه التخمير في قلب الصينيه وانا بحط اصابع ايدي في العجينه علشان احط التوبنج بتاعها ازاي، الحلو اللي عملناه، التركايه اللي احنا عملناها، البيضه مع شويه الدقيق مع شويه الميه هم اللي هيخلوا الحلو بتاعي ينجح بسرعه ويطلع لطيف وجميل. نحط المايونيز على السلطه بتاعتي بالشكل ده كده. انا من الناس اللي بيحبوا في السلطه توم مفروم ناعم في السلطه دي بالذات، خلي بالك، ولكن يفضل طبعا ان احنا ناكلها على طول. ليه توم يا شيف؟ احنا كده بندي قيمه غذائيه من السلطه. بعض المطاعم مش بتحط توم لان بيبقى عمرها قصير، خلي بالك، سنه شبت صغيره عشان مشاكل الكرنب والانتفاخات بتاعته، الشبت بيضيع الانتفاخ بتاع الكرنب. سنه شبت صغيره، حلو قوي. شويه زبادي من اللي موجود عندي، سوري، شويه زبيب. واقلب كل ده مع بعض، زيت زيتون. السلطه دي اعملها بنفس الطريقه وهتدعي لي بجد. اقول لك على حاجه حلوه بقى كمان، اضيف انا معلومه حلوه، صلى على الحبيب قلبك يطيب. الكركم مفيد جدا، قيمته الغذائيه عاليه جدا، الاطفال الكبار الصغيرين ايا كان افراد الاسره، لانه بينقي الكبد وبيغسل الكبد. بنحط معلقه كركم صغيره مع السلطه دي بس خلاص، ونقلب كل ده مع بعضه يا عم الشيف. خلص السلطه بتاعتي بجد حلو، بس دي تاكلها على طول او حطها في التلاجه، يعني ما تسيبهاش بره التلاجه، لان انا حاطط فيها توم وزبادي ومايونيز الاثنين مع بعض. سلطه قيمتها الغذائيه، الكرنب مفيد يا اخواننا، مفيد جدا، والجزر مفيد، فيتامين سي. في طبق حلو نغرفه
شفت السلطه خدت قوام ازاي وخدت شخصيه ازاي؟ اه مش هتلاقيها في المطاعم ابدا، مستحيل هيحط لك الماتيريال ده خالص، لا يحط زبيب ولا يحط طبعا المايونيز بالشكل ده، شويه حليب وخلص الكلام. اه جيب طبق حلو كده نغرف السلطه الحلوه دي كده مع بعض، اللهم صل على النبي زي ده كده. سنة الشبت مفيدة جدا، الناس اللي عندها مشاكل مع القولون الشبت بيحل المشكلة مع الكروم، عشان كده تلاقيه صديق المحشي الثلاثي المرح، بقدونس كزبرة شبت، ومن غير الشبت في محشي الكروم بتاعنا ما يبقاش كروم، ما يبقاش محشي مصري، عنوانه الشبت. شفت السلطة دي جميلة، الجزر فيها مع الكروم لطيف، بس مش عاجبني الشكل برضه، الشكل كده يعني مالوش شخصية بصراحة. مش انتوا عارفين الشيف صريح؟ اه. نخليله شخصية ازاي؟ هي التركاية. اه. السلطة دي فيها توم. شفت بقى الموضوع هنا ازاي هيفرق؟ اه ده بقت صورة اهي. زي المنديل بتاع البدلة كده. حلو الكلام؟ اه. شوية جرجير حلوين. بتشيل العروق مش عايزها. لا الموضوع بيفرق يا شيف بصراحة. لا اختلف الموضوع. حلو. حلقة النهاردة فيها تفاصيل كتير، فيها معلومة غير معلومة. حاضر عيني، معانا وقت نغرف البيتزا؟ قولولي اهي عيني. اه حاضر عيني، حاضر. اه تبنى حلال والله. اه جاهز، العب. اللهم صل على النبي. اهي يلا نشيل دي، ملهاش لازمه خالص. هو ده نقطعها، معانا وقت نقطع. نورانا حاجه؟ الببروني بطريقه سهله وبسيطه لكل ام تعملها لاولادها. يفضل انك تعملي البيتزا في البيت، تعملي الفرايد تشيكن في البيت، تعملي الاكلات اللي ممكن تاخد منك وقت، ما تاخدش وقت ولكن فيها تكنيك عالي، تعملها في البيت. سلطه جميله حلوه بناكلها في بعض المحلات اللي فيها بيتزا، فانا حبيت اعملها النهارده بطريقتي الخاصه. عملنا حلو بجد، انا هخلص الهوا دلوقتي واكل اتنين تلاته مع كوبايه القهوه بتاعتي، لطيف وجميل، فيها شوكولا من جوه، فيها سكريات ورقائق التوست او شرايح التوست بالشوكولا، ولكن التكنيك بيضه مع شويه دقيق شويه فانيليا، قفلت العجينه بتاعتي خليتها طلعت بالشكل اللطيف الحلو ده كده. ممكن تحشيها فراوله، تحشيها فواكه زي ما انت حابه. رؤية فن ابداع، تفاصيل كتير جوه الحلقه بنعرفها مع الشيف المغازة وجوه الاكله. الكلام ده منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.